الحمد لله. زود يا بشقي زود، ما حدا ترفع ايدك يا سيدي. ديارك عامره والحمد لله. ان شاء الله صحتين وهنا. على قلبك ان شاء الله. بدي اسالك يا بشقي. نعم سيدي. كيف الشغل معك؟ والله نعمة كريم، ماشي الحال. من رضي عاش ابو رفيق. يعني عسل مردود والربح كتير. يلي بيرضى بيعيش يا ابو رفيق، ساترها المولى. الحمد لله الحمد لله. يعني مبسوط؟ الحمد لله وله الشكر على كل حال. بالمناسبة يا جار، أنا حابب هيك أهديك هالهدية البسيطة وأرجوك تتقبلها مني. يعني ما تردني بالخيبة، الله يعزك ويسترك. بس يعني بتعرف الواجب واجب، خاصة أني هي أول مرة بزورك فيها ببيتك. هدية؟ شو هي؟ صباط، الله يعزك، صباط شغل إيدي. شكرا يا أبو شكري، والله ما كان في لزوم. ولو واجبك غالي، الله يعزك. الله يكرمك. ايه ابو شكري. نعم سيدي. بدي اسالك، انا دائما بسمعك عم تغني وتقول شعر. ايه والله. طيب. بحب الشعر كتير. شو رح تسمعنا بهالجلسة؟ رح اسمعك شعر حلو كتير، وهالابيات اللي رح سمعك ياها معلقة على لوحة فوق فرشتي من كتر ما حبيتها. هات لنشوف. هذا حذاء فائق بجماله، لم يلبس العظماء منه أجمل. ذو منظر لو قام ينظر فيه من فقد الشهية لاشتهى أن يأكل. إن الذي في الناس يلبس مثله أهل لأن يدعى الوجيه الأمثل. حلو حلو كتير يا أبو شكري. شعر ضمن مهنتك. إيه والله ضمن مهنتي. إيه أبو شكري. أمور يا أبو رفيق. أنت إنسان طيب وجار عزيز، والخير والطيبة مرسومين على وشك رسم. الله يبارك فيك يا وجه الخير، هذا من معدنك الأصيل. لأنه الطيب بيشوف الناس طيبين، والخبيث بيشوف الناس خبسة وأرزال. آها، ولأنك إنسان طيب أنا حابب ساعدك. تساعدني؟ بشو بدك تساعدني؟ أنت عندك ماكينة خياطة جلد بالبيت وبتشتغل عليها وما عندك محل، ما هيك؟ صحيح. شو رأيك أعطيك شوية مصاري حتى تحسن وضعك فيهن؟ تعطيني مصاري؟ إيه، أنا رح أعطيك شوية فلوس ويلي بدك يا أعمل فيهن. إيه بس أنا يا أبو رفيق. اسمع مني ولا تقطعني، أنا رح أعطيك 550 ذهبة حتى تشتغل فيهن وتصلح أمورك، وأنت بعدين أنا ربحت وجاك مردود وحبيت ترد إياهن ردن، وإذا ما حبيت الله يسامحك، وأنا ما رح أكتب بيني وبينك لا وصولات ولا أوراق. عفوا، قديش قلت رح تدفع لي؟ 550. كمان عفوا، 550 شو؟ 550 ذهبة. آخ يا جماعة، لأول مرة بدوخ مع إنه لا تعبان ولا مرضان. بشكري 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 بشكري. نعم. جيب لك كاسة ليمون. لا مش الحال، ما في لزوم. اللي بقى شو رأيك؟ شو قلت؟ بدك تساعدني ب 550 ذهبة؟ قليل يا أبو شكري. قال قليل قال. إيه بدي نص مليون سنة حتى أجمعهم أنا. بتستاهل يا أبو شكري بتستاهل. أملت لي. كم ولد عندك ما شاء الله؟ الله يعزك، عندي شكري وشريف وشاكر وكلهم صغار بالعمر. الله يخلي لك ياهن. شوف يا أبو شكري، الله سبحانه وتعالى ما طعمني خلفة وسميت حالي أبو رفيق تفاؤلاً، لكن رفيق لسه ما اجى. مال عندي، تجارة عندي، بس الشيء المفقود هو الولد، وأنا حابب تقربا من الله تعالى أني كمل لك سعادتك بالفلوس، لأنه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والسعادة ما عم تكمل معي، فإن شاء الله إن شاء الله تكمل معك يا سيدي. الله يعزك ويرفع مقدارك ويكتر من أمثالك بهالبلد. بس يعني يا أبو رفيق، 550 ذهبة ثروة كاملة. إيه مو كتير على واحد مثل حكايتك. بس يعني أنا يا أبو رفيق. يا صبحي صبحي، هذا الصندوق لهون، هات. الله يعزك. وهي الذهب قدامك يا أم شكري، 550 ذهبة عدل ونخدل، هدية من الله عز وجل. زرقتي يا أم شكري، لك زرقتي، افرح يا قلبي، لك نصيب تبلغ مناك ويا الحبيب، افرح يا قلبي.
لك شو بك يا فهمية؟ ليش ساكتي؟ أبو شكري تقبرني شو بدك تساوي بهالذهبات؟ هلأ خلينا فرحانين، بكرة منفكر كيف بدنا نتصرف فيهم. أنا خايفة يا أبو شكري. خايفة؟ خايفة من شو؟ المال مال حلال، لا لنا سارقينه ولا لنا نهبينه. يعني أنا خايفة إنك خايفة من شو؟ ليش سكتتي؟ خايفة إنه القصد يا أبو شكري إنه بعد ما صار معك الذهبات يعني إنه ولك شو بكي عم تقولي كل ساعة جملة مثل بعر المعزه؟ شفت شلون صار كلامك معي؟ بعد ما كان عسل وسكر صار مثل السم الهاري. شفت شلون المصاري غيرتك؟ إيه ما حلا تغيرني، هلا لسه جبتها من الزلمة. بقى لا تنزعي علينا فرحتنا وخلينا مبسوطين، الله يرضى عليك يا فهمية. بصراحة يا أبو شكري أنا خايفة إنه المصاري تخليك تتجوز علي. تتجوز عليكي؟ إيه هيك رجال بمجرد ما يصير معه المصاري وذهب بيفكروا يتجوزوا. إلا أنا ما بفكر غير ببيتي وشغلي وولادي ومرتي. صحيح تقبرني، بس مرتك لما حبيتها وتجوزتها كانت حلوة كتير، بس هلأ يا حسرة. بالعكس أنت مثل القمر بنظري يا فهمية. عن جد عم تحكي أبو شكري؟ طيب احلف لي. لا 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 ما بيجوز احلف على الطالعة والنازلة، الحلفان حرام. تعالي هلأ تعالي حتى نعد الذهبات. تعالي لقلي. شفت شلون عم تتهرب مني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا يا فهمية لساتي محبك مثل الأول وأكثر. تعالي تعالي حتى نعد الفلوس. خذي هالكمشة أنت وأنا بعد هالكمشة. إيه صار عندك فلوس يا أبو شكري؟ إيه صار عندي فلوس. شو هالشغلة يعني؟ بس المصاري بتخوف يا رجال. لا لا ما بتخوف، بس المصاري بتخليك تفكر إنك لك هو هو علينا، خلصينا من هالنغمة هلا. شفت شلون طلع خلقك علي؟ مبارحة لما كنت فقير ما كان خلقك يطلع علي. العمى شو صار لك؟ فعلا ما بيلبق لك تعيش عيشة أكابر أنت. أنا ما بيلبق لي عيش عيشة أكابر؟ لك شو شايفني قدامك؟ شرشوحة مثلك يا كندرجي؟ ولا عيني فجعانة مثلك يا سكافي؟ هلا ضبي لسانك بنت أمك وحاجة أخذوا عطبها. لك عم بتسبني يا منظوم؟ عم بتسبني يا أبو الكنادر والصبابين؟ طيب أنا بورجيك من هلا ورايح. ايه سدي سدي حليك وحاجتك عياط، عيب عليكي، يخرب بيتك على هالجاعون. يلا وين ما سددته شو بدك تعمل بعدي؟ بدك تسكتي غصب عنك. لا ما بدي اسكت، اعمل اللي بدك اياه لشوف. لك اسكتي. ومن امتى كنت تردي بوشي يا حرمائي؟ هيك سامي هلا سامي يا سامي هي أول مرة بسمع فيها جيراننا عم يتخانقوا. كبر القمر وتدور ونسي زمان الاول. طفي الضوء ابو شكري ما فيني نام والضوء شاعي. يلا يلا رح اطفيه. تصبح على خير. وانت بخير ام شكري؟ ام شكري؟ نعم. سمعتي حركه شيء؟ لا ما سمعت. طفي لي هالضوء. ما سمعتي حركه غريبه؟ شبك ابو شكري عم لك ما سمعت، بجوز الاولاد عم يتحركوا بوضتهم. في الضوء. ايه حاضر حاضر. لك شبك ما طفيت الضوء؟ عمل لك نعسان كتير، طفي وخلصني بقى. لك طيب طيب تصبح على خير. ام شكري الضوء. ام شكري. لك شبك سمعتي مثل ما سمعت؟ لك عمل لك ما سمعت شي، خلصني نام. لك دهبانة من نعسي صبرا جميل وبالقلب استعان. طفي الضوء عمل لك. طيب طيب حاضر. أبو شكري مين؟
ليش نايم مرة على الكرسي؟ ما بعرف يا أم شكري، سمعت أصوات غريبة. صبرا جميل وبالله المستعان، أنو صوات هي؟ صرنا ساكنين بهالبيت 18 سنة وما سمعنا صوت. بعدين بعمرك ما نمت برات تختك يا أبو شكري، قلي شو صاير عليك؟ ما بعرف، بس خايف حدا يطمع فينا وبذهبنا يا فهمية. ولك شبك يا أبو شكري، الدنيا أمان، شو الدنيا فلتانة؟ بس هلأ صار عنا ذهب يا أم شكري، مو سرامي وبوبيج. ايه صحيح، نسيت انه صار عنا ذهب. لك يا محلى الصرامي والبوابيج. بتعرف يا ابو رفيق انه ما عدنا سمعنا صوت ابو شكري عم يغني، حتى ام شكري ما عاد الضحك الضحكات عالية مثل عادتها، مو غريبة؟ فعلا فعلا. شو قولتك؟ مرضاني؟ جائز. لا، ومبارح طول الليل وضوون شاعل، بالعادة هنن بيناموا بعد المغرب مثل الجاج. قولتك شو قصتهم؟ الله أعلم. يا ستي أنا فكري افتح معرض أحذية. أبو شكري وقف عندك واسمعني قبل ما تكمل. تفضلي هاتي لشوف. يعني فكرة المحل امني اياها من بالك منوب منوب. وليش بقى؟ انا فكري يا ابو شكري يعني انه نبيع هالبيت ونحط فوق حقه مصاري ونشتري بيت اكبر. وليش لحتى نشتري بيت؟ هي الله طاعمنا بيت وساترنا والحمد لله. هلا بتسمي هالقن الجاج اللي نحن ساكنينه بيت؟ إلا كان شو هاد زريبت بقى؟ لا حبيبي لا، إذا بدك تتصرف بالفلوس البيت أهم شيء. يا فهمية، المحل إذا فتحناه بيجيب مع المستقبل تمن بيت، بس ما حدا بيحط فلوسه كلها بحيطان بيت وبيفتح تمور الهواء. لا، ولا سيما إنه نحن ساكنين ببيت ملك والملك لله. أولادك عم يكبروا يا أبو شكري، وكل واحد منهم صار بده أوضة لحاله. على عيني، بكرة من ربح المحل منبقى بنشتري بيت. أشو مفتكر حالك صغير أنت التاني؟ لسه بيقول لي بكرة وبكرة، أنت بده يجي بكرة دخلك بعد 20 سنة؟ ما بتعرفي يا فهمية، الشغل توفيق من رب العباد. لا سيدي، محل ما فيه. أنا شو شغلي على كيفك ولا على كيفي؟ ليش أنا ما قلي رأي عندك يا أبو شكري؟ ولا بس بتاخد رأيي بتفصيل الصرامي؟ معلوم يا عمي، صار عندك مصاري وصرت تحكي. أم شكري، اخزي الشيطان واحترمي جوزك وخلي كلامك موزون. ليك انا كلامي موزون من يوم يومي. ولمعلوماتك ابو شكري، انا بدي اساور ومبارم وبدي حلاق وخواتم وبدي حياه وملويات وجنازير. بقى يكون بعلمك هالشي ودبر حالك ولا تبعزق بالمصاري هون وهون. ايوه. ولك ام شكري، انت من طول عمرك بنت مساكت، شو صار لك على غفله انفشعتي هالفشعنه كلها؟ العمى ضربك، بتقولي صرتي مثل الغولة وبدك تكوشي على كل شيء. لك يا أبو شكري، أنا غولة؟ غولة وستين غولة وطبعة كمان. ولمعلوماتك أنا الرجال والمصاري مصاري مو مصاريكي. هلا صارت المصاري مصاريك يا شحادي، عدبوني يا فقير. إيه نعم مصاري. إني اللي صار عندك مال وصرت تحلق الطلاق. مثل ما عم فهمك، الفلوس فلوسي وبدي اخذ كمان الفلوس اللي مصمطيهم وبدي افتح المحل. نقلتي ايه ونقلتي لا؟ نعم نعم، بدك تاخذ فلوسي. فهيم والله. اخرسي اخرسي، ولا كلام بلا طعمه. لك لا، ما بدي اخرس، انا ماني خايفه من عياتك. اخرسي، ما بدي اخرس. وبعدين انا ماني بحاجه لمصرياتك، بس بدي اشوف تفكيرك الخبيث لوين بده يوصلك. لك انا عم بشتغل لصالح العائله كلها مو لصالحي بس. لصالح العائله؟ لك يا عم. لا لصالحك وبس. ولا كشفت على حياتك لك ابو شكري؟ لك اخرسي بلا شعاره. لك بعد اذنك، ما بدي اخرس. لك اخرسي انت. ولك انت بتعرف تشتغل بالصرامي وبس، ما بتعرف تشتغل بالذهب. لك انت كنت تنبحتي علي هالبحتي وكبر العمر والدوار. معقول؟ معقول اللي عم اسمعه؟ معقول الحمامة تنقلب بومة؟ وليش مستغربة؟ معقول الفلوس تغير النفوس؟ لا استغربي شي، كل شي معقول. الفلوس بتقلب الحمار غزال والغزال حمار. ايه
أهلين وسهلين بشكري يا ميت. مرحبا. يستر عرضك ويخلي لك مرتك ويطعمك الخلفة والخلف. قبل الكلام وقبل السلام اتفضل خود هاي فلوسك وريحني. الله يريحك دنيا وآخرة. خير يا أبو شكري؟ شو في؟ ما في شي، بس خود مالك عني وأنا بألف خير من الله. طيب ما بدي أعرف شو السبب. يا أبو رفيق، أنا رجال درويش، كنت غني وأرقص ونام مرتاح وفيق مرتاح وسعيد بحياتي مع مرتي. إيه وهلا شو اللي صار؟ يلي صار انه المال حرمني النوم وجلب لي الهم وسرق السعادة من بيتي. ولك مرتي يلي ما كانت تسترجي تطلب مني طلب وقانعة بعيشتنا وبوضعنا، صارت تبهدلني الصبح وتسبني المساء. بقى بترجاك رجع فلوسك لعبك مشان ترجع السعادة لبيتي، وطول عمره شحي بلا سرايا، هيك افضل اريح لراسي.